أهلا بكم في درس جديد من دورة تعلم لغة البرمجة سكالا. سوف أتكلم في هذا الدرس عن كيفية القيام بتعريف متحولات وذلك نسبة إلى خاصية تتميز بها سكالا، وهي أن تكون هذه المتحولات غير قابلة للمعالجة بشكل فوري، وإنما نقوم بمعالجتها عند الاستدعاء، وهذا ما يسمى بـ lazy evaluation. فمثلا نعلم أنه عندما نقوم بتعريف متحولات في السكالا إما أن نقوم باستخدام التعريف الثابت var أو التعريف المتحول var. وبالنسبة للvar لدينا أكثر من نمط، إما أن نقوم بتعريفها بهذا الشكل أو نقول lazy var. فهنا كما قلنا أن هذه نقوم بتعريفها بشكل فوري عندما نقوم بتشغيل البرنامج، أما هذه فنقوم فعليا بمعالجتها عندما نقوم باستدعائها. لنرى الفرق بينهما إذا قمنا هنا في التيرمينال بتشغيل سكالا. فمثلا إذا قلنا هنا وذلك بقيمة معينة، فنرى هنا كيف قام بتعريفها وإسناد هذه القيمة بشكل مباشر. أما لو قلنا باستخدام lazy evaluation، قلنا مثلا قم بتعريف متحول ليكن ب يساوي 9، نرى هنا كيف أنها unevaluated غير معالجة ولكنها معرفة. فإذا قلنا باستدعائها الآن نرى كيف قام بالcompiling وقام بحساب هذه القيمة. lazy evaluation أهمية كبيرة، فهذا ما يعطي البرنامج ليونة ويجعله لا يستهلك الكثير من القدرة الحاسوبية computational power، ففقط عندما نقوم باستدعاء هذه البرامترات أقوم بتعريفها. لو نقوم بذكر مثال، فإذا قلنا مثلا على اختلاف أنماط هذه المتحولات، مثلا قم بتعريف lazy evaluation ليكون my list تحوي القيم التالية هي يكون. وبعدها إذا قمنا هنا بتعريفها terminal نرى كيف أنها unevaluated، تمام. ولكن إذا أردنا مثلا القيام بتطبيق عمليات عليها فقلنا مثلا print وذلك من هذه my list، قم هنا بالماب وذلك على كل قيمة من هذه القيم لتكون مثلا x، فأقوم مثلا بضربها بـ10 بهذا الشكل لنرى، فنرى هنا كيف قام بضربها ولا يوجد أي مشاكل. وحتى نستطيع القيام بالفلترة بعدها، فكل عنصر هنا مثلا باخر قسمته على 2 يساوي 0، أي يجب أن يكون زوجيا. طبعا هنا لا ننسى القيام بتعريفها بهذا الشكل، فهنا سوف يحافظ على هذه القيم الزوجية ونلاحظ أنها كلها زوجية. لذا تعالوا هنا مثلا أقوم بضربها بـ5 لنرى الآن، ونرى كيف حافظ فقط على هذه العناصر المفلترة، تمام. وأيضا أستطيع مثلا إذا أردنا القيام بكتابة class ليكون مثلا demo1، وهنا سوف أقوم بتعريف متحول سوف يكون var ليكون temp يساوي، نقوم هنا بطباعة عبارة لا تعين لتكون I am not lazy، ونقوم هنا بإسناد قيمة له لتكون مثلا 10. ومن ثم شكل مشابه نقوم هنا بتعريف كلاس آخر ليكون demo 2 وسوف نقول هو lazy بهذا الشكل، نقول هنا I am lazy والقيمة هنا 20. الآن إذا أردنا مثلا القيام بإنشاء object منها، فإذا قلنا قم بتعريف مثلا C1 وذلك demo1، فالآن بما أن هذه demo1 هي ليست lazy فسوف يقوم بتعريف هذه المتحولات بشكل مباشر حتى ولم نقوم باستدعائها، لذلك سوف يقوم بالدخول هنا ويقوم بطباعة هذه العبارة وإسناد هذه القيمة دون طباعتها، فلنقوم بطباعة 10 لنرى، تمام. نرى هنا كيف فقط قام بطباعة هذه العبارة، ممتاز. ولكن إذا قلنا قم بتعريفها نسبة إلى الديمو 2 بهذا الشكل فسوف نرى كيف أنه لا يقوم بطباعة شيء لأنها lazy، أي فعليا لا يقوم بمعالجتها إلا عندما نقوم بالاستدعاء. الآن إذا أردنا القيام بالاستدعاء بالنسبة لي C1 ففعليا بعد القيام بالطباعة نقوم هنا مثلا لو أقوم أولا باستدعائها، فالآن إذا أردنا استدعاء الثاني فسوف يقوم بطباعة القيمة المسندة والتي هي 10. فإذا قلنا هنا فسوف نرى 10 بهذا الشكل، ولكن هنا إذا أردنا القيام بطباعتها نسبة إلى lazy فقلنا أنه هنا عند lazy لا يقوم فعليا بطباعة شيء لأن الاستدعاء لم يتم، ولكن عندما نقوم بالاستدعاء
يقوم عندها بالدخول هنا وطباعة I'm lazy ومن ثم إسناد القيمة وطباعتها. لنرى إذا قمنا هنا بفك التعليق نراها بهذا الشكل ويقول I am lazy. إذن هذا الفرق بين lazy evaluation والimmediate evaluation، ونرى هنا كيف أن النتائج دقيقة والاختلاف يكون فقط في زمن التنفيذ. الآن إذا أردنا مثلا القيام بتطبيقها وذلك على parameterات functions، فمثلا ضمن object test إذا قلنا قم بتعريف تابع ليكون مثلا show1، وهنا أردنا القيام مثلا بإدخال parameter by value ليكون مثلا A، وقلنا هنا بداية قم بطباعة hello هي show1 ومن ثم نقوم بطباعة هذه القيمة. فبما أن هذه القيمة ممررة by value يعني ذلك أنه يقوم بتنفيذها بشكل مباشر ولا ينتظر حال الاستدعاء. أما إذا قلنا بتعريف مثلها ولكن كان الباراميتر مستدعى ومعرض by name ويتم ذلك بإدخال هذا السهم، فعليا الإيفاليواشن الخاصة بهذه الـ A تكون عند الاستدعاء بشكل مشابه للـ lazy var. فهنا سوف نقول show 2 تمام. فالآن إذا أردنا مثلا القيام بالتنفيذ، فهنا دعوني على سبيل المثال أقوم بكتابة متحول يحتاج إلى بعض المعالجة، فنقوم بإسناد إليه function expression لنقول مثلا var function يساوي مثلا A و B، وهنا يقوم بطباعة مثلا I am function ومن ثم يقوم بإسناد هذه القيمة والتي هي A زائد B بهذا الشكل. فهنا إذا أردنا القيام بتجريبها فقلنا مثلا قم باستدعاء show1 وذلك على هذه الفانكشن على قيم لتكون 2 ب2، فسوف نرى عند التنفيذ كيف أن هذا التابع بما أن المتحول الخاص به يتم تعريفه بشكل مباشر، ففعليا سوف أقوم هنا بطباعة هذه العبارة ومن ثم أقوم بالإسناد ليقوم بالذهاب بعدها إلى طباعة هذه العبارة ومن ثم طباعة القيمة. فلدينا أولا I am function ومن ثم hello I am show1 ومن ثم القيمة. لنرى بهذا الشكل ممتاز، ولكن إذا قمنا باستخدامها وذلك على show2 التي عندها الباراميتر ممرر by name، عندها لا يقوم هنا بالcompiling على هذا الباراميتر إلا عند الاستدعاء. معنى ذلك سوف يقوم أولا بطباعة هذه العبارة hello I am show2 ومن ثم الدخول هنا عند الاستدعاء لأنه قمنا هنا باستدعائها، ونقوم بطباعة hi I am function ومن ثم القيمة. لنرى بهذا الشكل. فهنا الاختلافات من ناحية التنفيذ وذلك نسبة إلى آلية تعريف هذه المتحولات وهذه البرنترا. وكما نرى هذا من شأنه أن يساهم في الديناميكية الخاصة في السوفتوير والبرنامج وجعله أكثر ليونة وخفة، فلا يحتاج إلى الكثير من الكمبيوتيشنال باور والقدرة الحاسوبية العالية. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا لليوم. أرجو أن يكون الدرس قد نال إعجابكم وألقاكم في الدرس القادم. سلام.